أولى الفقرات نتكلم عن مقطع انتشر لحذف أحد المطاعم في المملكة العربية السعودية لوحة كتب عليها قسم العائلات. هذا الأمر أثار النقاش حول الآراء المختلفة لوجود مكان مخصص للعائلات في طبعا المطاعم من عدم وجود هذا المكان. طبعا هذا هو المقطع الذي انتشر وأثار الجدل حوله في مواقع التواصل الاجتماعي. يا سارة، الغريب أنه أثار الجدل رغم أنه يعني المطاعم مخيرة، أنت كعميل مخير تجلس في قسم العائلات أو لا، والمطاعم أيضا مخيرة إذا كانت تشيل هذه اللوحة أو لا، فما كان في داعي أنه يعني كل إثارة هذا الجدل، ولك مطلق الحرية فين ما تبغى تجلس وبأي مطعم وكذلك المستثمر. يعني نتكلم أنه عدم وجود قانون ينص على إلغاء طبعا مدخل العائلات أو عدم وجود مكان مخصص للعائلات، هذا الأمر يرجع للعرض والطلب في النهاية، أنتم ما يناسبك صحيح في أي مكان كان، شفتم والله مجهزين مدخل أو مجهزين مكان مهيأ لك، إذا كان أنت يناسبك هذا الشيء روح له، ما لقيته طبعا مناسب لك أبدا اتركه، وفي النهاية على حسب بكل تأكيد الاحتياج بيكون هذا التفاعل. يعني نتحدث عن جدل فقط بني من خلال هذا الفيديو. وكمان عبد الله، يعني صحيح هي يعني اللوحة يمكن انشالت، لكن المطعم من الداخل حتلقى الطاولات المخصصة للعوائل، حتلقى البارتيشن أو الستارة، حتلقى الطاولات العادية، فأنت لك مطلق الحرية في المطعم اللي تروح له وفي المكان اللي حتجلس فيه. بلا شك، يعني كما تحدثت هذه النقطة الأهم، يعني الحديث أنه مش فقط مرتبط اللي هو كان خيار شخصي بالنسبة لصاحب المطعم أنه والله يشيل هاللوحة أو أنه يحط مدخل أو مدخلين على أساس أنه يكون هناك فصل تام، لا، في النهاية قد يكون أماكن مخصصة بشكل كبير للعوائل وأيضا بالنسبة للعزاب، ولكن بلا تحديد. يعني صحيح. إحنا رحنا نسأل الناس بالضبط، خصوصا أنه موجود بعض الآراء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لكن نبغى الآراء اللي على أرض الواقع. زميلنا عبد الرحمن الحمدان أجرى هذا الاستطلاع لمعرفة آراء الجمهور، خلونا نشوف إيش قالوا الناس. صراحة أنا ما ماني من المؤيدين لهذا الشيء، ومن ناحية إيش؟ أنا من ناحية المضايقة الشباب، يعني العوائل، يعني نرتاح يعني معي زوجي معي عيالي، يعني أنه ممتاز، يعني شيء جديد بالنسبة لنا وكذا، وأحسن يعني زي العالم، العالم كله كذا، يعني العالم كله كذا، حتى زيد بعد انه لو يفتح بعد وقت الصلاة زين. انا ارى ان يكون في خصوصية طبعا، ما يصير يعني فيها اندماج او فيها، ارى ان يكون في خصوصية بحيث انك كنت جالس انت وعائلتك يعني قسم عوائل مرتاح، بس تخبر يعني بعض الشباب يكون فيه مضايقات يكون فيها، فانا ارى من وجهة نظري انه يكون في خصوصية طبعا. ارحب في القرار طبعا، لانه يعطي السعوديين فسحة من التطور والحرية وانهم يقضون وقت كويس يستمتعوا في البلد، لان البلد جميلة جدا. صراحة ودني اتمنى ان قسم العوائل حالهم والشباب لحالهم، يعني صعب انك تحط رجال ونساء مع بعض، يعني صراحة انا معي عائلة ما اقدر اخذ راحتي مع الشباب، يعني في الاكل كشف وجيه، يعني الواحد تاخذ راحتها في المطعم ما تقدر. يعني الحين انا افضل ان يكون المقاهي اللي هي في الاسواق العامه مثل المولات الرسميه والتسوق، فما في مشكله طال عمرك، ان لان المقهى مكشوف عوائل وافراد ما فيها مشاكل. اهم شيء انه كله يكون في نطاق الاحترام والادب، انه ما احد يتعدى من العزاب على العوائل وبس، لكن اتمنى انه يكون متاح الخيارين. يعني طبعا انا حبيت القرار هذا، لان دائم في قسم العوائل يكون فيه زحمه، فاضطر اني اروح قسم الافراد يكون فاضي ما في احد،